ونعود مرة أخرى مشاهدينا الكرام، وما زال بالتأكيد الحديث مستمر عن آخر المستجدات والتطورات في لبنان. وما زال أيضا معنا عبر الهاتف الأستاذ ماهر مقلد، مدير مكتب الأهرام السابق في لبنان. أستاذ ماهر، أهلا بحضرتك مرة تانية. وقبل أن نتوقف للتوجه إلى مجموعة من الأخبار الأخرى، كنا نتحدث عن التعليقات المختلفة أن قوات الاحتلال لم تنجح أو ربما تكون قد فشلت في تحقيق الأغراض المطلوبة في غزة، إذا توجهت إلى لبنان. إليك الحديث مرة أخرى. يعني طبعا اجتهاد قائم وموجود، لكن هو كانت الجبهة في لبنان منذ 8 أكتوبر جبهة مشتعلة وموجودة، وهناك قوات عديدة إسرائيلية على الحدود الشمالية تشتبك على لبنان، بدليل أن سقط شهداء من لبنان في هذه المواجهات منذ 8 أكتوبر حتى أسبوع مضى قرابة 1000 شهيد وألاف المصابين. وطبعا هناك كان نزوح لأعداد كبيرة في القرى الجنوبية. الجبهة الشمالية بين إسرائيل ولبنان طوال الوقت جبهة ملتهبة ومشتبكة، ولا يوجد استقرار حقيقي عليها. بكل تأكيد إسرائيل لم تحقق الأهداف الاستراتيجية التي كانت قد أعلنتها قبل العدوان البغيض على غزة. الذي حققته إسرائيل هو إبادة جماعية، وهي ضرب المدنيين من خلال القوة الجوية الغاشمة التي تمتلكها، وتستغل أن ليس لدى حركة حماس أو حتى لبنان وحزب الله قوات دفاع جوي قادرة على التصدي لهذه القوة الجوية. العالم طبعا كله يتابع ويشاهد، وكان يتابع ويشاهد عبر يعني منصات البث والفضائيات، وكل ما يجري في غزة من تدمير وقتل للأبرياء أطفال ونساء، كل هذا الأمر كان موجود وقائم وما زال مستمرا، وحتى اليوم لم تتوقف عجلة يعني الحرب في غزة. لكن هناك هدأت كثيرا، ونتمنى يعني أن تنجح الجهود المصرية والقطرية وجهود الولايات المتحدة الأمريكية في إبرام هدنة طويلة الأمد بين يعني حركة حماس أو بين الفلسطينيين وإسرائيل، حتى يتم التقاط الأنفاس وإعادة الإعمار وعلاج المصابين. الوضع في غزة وضع كارثي جدا، لكن حينما تشتعل بؤرة صراع جديدة تصرف الأنظار عن البؤرة الموجودة. وبالتالي في لبنان الآن حديث بشكل يعني مخيف عن أن يتكرر نفس السيناريو يعني المروع الذي جرى في غزة في لبنان. والبعض كان يتوقع وفقا للتأكيدات التي كان يصدرها قادة حزب الله بأن لبنان لن يكون مصير غزة في أي يوم من الأيام، على اعتبار أن هناك توازن عسكري أوجده حزب الله في التعامل مع إسرائيل. لكن الفترة الماضية والأسبوع الماضي حدث الاختراق الكبير والذي أربك حسابات حزب الله، ومكن إسرائيل من يعني ضرب أهداف مؤثرة داخل حزب الله. وأعتقد أن حزب الله الآن يراجع حساباته جيدا ويلتقط الأنفاس، وربما كما ذكرت لحضرتك يعني على أكثر تقدير يوم الجمعة سوف يكون هناك تحرك، وتحرك كبير من جانب حزب الله وفقا لما يتردد داخل لبنان. أستاذ ماهر مقلد، مدير مكتب الأهرام السابق في لبنان، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة.